سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، اسمه ونسبه الشريف. هو الإمام موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن الحسين سيد الشهداء ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام. محل ولادته عليه السلام: ولد عليه السلام بالأبواء، وهي منزل بين مكة والمدينة. تاريخ ولادته عليه السلام: ولد الإمام الكاظم عليه السلام في 7 من صفر سنة 128 للهجرة. مدة إمامته: مدة إمامة الإمام الكاظم عليه السلام 35